صدمة لجمهور ريال مدريد. بيلينجهام يكشف عن فريق احلامه. بيلينجهام بيظلم جمهور ريال مدريد ليه بقى؟ لان انا وانت والراجل اللي هناك ده والراجل اللي هناك ده عارفين بل متاكدين ان بيلينجهام بيعشق ريال مدريد. فلما نعرف ان فريق طفولته اللي كان بيحلم بيه وهو لسه طفل نادي غير ريال مدريد تبقى دي صدمة بقى. بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية فان بيلينجهام كان بيحلم بارتداء قميص منافس ريال مدريد عندما كان طفلا. في صدمة لجمهور المرينجي. وفقا للصحيفة الانجليزية فان صديق بيلينجهام نشر صورة لكتاب المدرسة الابتدائية الخاصة باللاعب الانجليزي وفي كان كاتب بيلينجهام عندما اكبر اريد ان اكون لاعب كرة قدم محترف والعب مع برشلونة ومنتخب انجلترا. الجدير بالذكر ان بيلينجهام بيستعد للمشاركة في اليورو مع منتخب انجلترا. فهل تفتكر ممكن يحقق بيلينجهام اليورو مع منتخب انجلترا ولا لا؟ روديجير يتشاجر مع زميله في تدريبات منتخب المانيا خلاف بين طرفي نهائي دوري ابطال اوروبا. كشفت صحيفة بيلد الالمانية عن وقوع مشاجرة بين انطونيو روديجير مدافع ريال مدريد ونيكولاس فولكروج مهاجم بروسيا دورتموند خلال تدريبات الماكينات الألمانية. تفتكر ده كل دعوة بتتويج الريال بدوري أبطال أوروبا على حساب بروسيا خلال التقسيمة المصغرة اللي بتحصل في تدريبات؟ كانوا اللاعبين بيلعبوا ضد بعض. روديجير كان ماسك زميله مش سايبه وعمال يشده من القميص ويسحبه لتحت. كان مزهقه بمعنى أصح. وبعد تدخل قوي من روديجير وانتوا عارفين بقى تدخلات روديجير القوية اتقلب فولكروج على الأرض وشتم روديجير وصرخ في وشه بغضب. بعد كده وقف وراح له وزقوا بعض ولسه هيمسكوا بعض أبو الكباتن لولا تدخل مساعد المدرب ساندرو فاغنر. وراح فاغنر إلى روديجير وحاول هدئته. واضافت بيلد في تقريرها ان روديجير ترك التدريبات الجماعيه وذهب للركض حول الملعب مع مدرب اللياقه البدنيه لتهدئه الامور. فتفتكر المانيا قادره على التتويج باليورو خصوصا ان البطوله على ارضها ولا لا؟